المكان الذي يستحقها داخل هيكل ترميم الجماعة. فالمشرع المغربي لم يدخل جهدا في إعطاء صلاحيات واسعة للجماعات المحلية للوقوف إلى جانب بقية المتدخلين في القطاع هذا. حرصنا على الرفع من الميزانية المخصصة للمكتب الصحي لسنة 2018. ثانيا، تجويد خدمات المقدمة للمرتبطين في مجال الصحة العامة. ثالثا، تحسين الحالة العامة للمقابر خصوصا للمنامة من خلال توفير فضاء للمواطنين يتوفر على الحد الأدنى من الشروط الموضوعية. رابعا، محاربة الباعوض رغم قلة الوسائل والإمكانيات التي تنعكس على الصحة العامة بمحاربة كاملة لهذه الأمراض المتنقلة عبر هذه الحصرة. خامسا، فيما يخص الكلاب الضالة وصعوبة التعامل المباشر بوجود بؤر يصعب السيطرة عليها، تم رصد ميزانية مهمة ل2018 للتماشي مع الاستراتيجية الوطنية. سادسا، الرفع من عدد خرجات اللجان المختلطة خصوصا في فصل الصيف. سابعا، محاربة الجردان بشكل منتظم رفقة المجاميع الدولية. ثامنا، الرفع من عدد سيارات الأموات وسيارات الإسعاف. نحن نطمح لجعل المنظومة الصحية بالعلاج قطاع عام أو قطاع خاص، أطباء صيادلة بياضرة، أطباء أسنان، ممرضين وأطباء الصحة بشكل عام إلى جانب الجمعيات العاملة في مجال الصحة، تشكل حلقة واحدة على شاكلة مجلس محلي للصحة مهيكل يتداول بشكل مستمر في الواقع.